شاء الله تكونوا بخير اليوم. قبل ما تدخلوا على المقلب، اقوى مقلب اللي عملته بانس، بس اقوى مقلب بتاريخ اليوتيوب اصار، ما صار مقلب مثل هيك بالعالم، صح يا اصاله؟ والله تعبت لحتى جبت. اوكي خلص خلص، لا تحرقيهم. المهم قبل ما تشوفوا المقلب، بس حبيت خلني كمان فهمي، هذا صورناه امبارح المقلب، فاليوم امبارح عملته فيني، واليوم هي اخر فرصه لكم حتى تربحوا بمسابقه برول ستار. عم يعملوا ايبادات، ايفونات، او شو الثالث شيء؟ كمبيوترات، كمبيوترات، لابتوبات مشان المدارس. كل اللي عليكم تعملوه حتى تربحوا انكم تنزلوا لتحت تكسوا داونلود، وبعدين تتركوا اسمكم وايميلكم. سو طبعا اللي مو عارفين، برول ستارز هي اللعبه اللي انا وانا صرنا فتره عم نربحها، وطبعا انا احسن منه بكثير. اوكي كملي. شو ما عجبك؟ نو والله ما عجبني. برول ستارز هالمره راجعين بسيزون جديد، وهالسيزون موجود مودات جديده، جادجتس كيف بيقولوا جادجتس جداد، صح؟ جادجتس جداد، كاركترز جداد، برولرات جداد، برولرز جداد، ومودات جداد. الله يا اصاله، انت جديده كلك على بعضك. طبعا هذا غير الماب الجديد والبرو باس الجديده. هذا غير، بتذكروا بالحلقه الماضيه كيف نحن عملنا فتح علب وفتح شغلات، وكل وحده بيطلع لكم برولرات جداد، نحن طلعنا الكروماتيك برولر. هلا صار وقت نلعب دوو شو داون. اوكي سو هلا حنبدا. هلا عم نختار من البلورل، برولرز اللي رح نختاره. انا اسف، كوبورن باد باز، وطلعوا كيف مكتوب تحته كروماتيك، هذا قصده كروماتيك. اوكي حان وقت دوو شو داون، اول تيمز اجينست ايتش اذر. يلا اوكي. او ماي جاد، شوف شوف شوف، يلا شو عايز يلف، شوف شوف شوفي، بو شفت القفزه هي اخر مره. هي Your team is number one. Number شو أصالة؟ Number one. طلع هلا، طلع جمعت نقاط، هلا فيني اشتري البرول باس. اكبس شفتي؟ واو. وبقدر افتح علبة جديدة بيونس بيج بوكس. واو. بعدين افتح طلع اجاني كوينز باور بوينتس. فلوس. بعبي هلا شوفي، بعبي البرولرز تاعوني بزودهم طاقة. جاهزين يا جماعة؟ بس استنوا استنوا، بس خليني اجهزكم، جهزكم معنويا للي حيصير. هذا بلا منازع أقوى وأحدث مقلب في تاريخ اليوتيوب، يعني أنا ونشيط لما تعامل فينا ما توقعنا شو اللي صار، ردة فعلك ولا أنا توقعت. مستحيل كيف كان ردة فعل. بس استني، حتى تشاركوا بالمسابقة الرابط تحت، اعملوا داونلود. بحبكم كثير عيلة أصالة، وبس هلا داخلين بالمقلب. 3 2 1. مرحبا، كيفكم عيلة أصالة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ياش لا تقولي له، don't say okay. ما بعرف وين ابدا بصراحة، حكون صريحة معكم، كنت ماسكة هاي الكاميرا. استنوا شوي خليني ارجع عيد. سو انا هلا حاليا بالمطبخ، اوكي، واحمد نشيط وانس طلعوا برا ليجيبوا لي غرض، لانه اليوم قلت له لانس انه صار لي فترة مو طابخت لك، ومن هالحكي فحاطبخ لك اكلة طيبة. فهلا عم بعمل، استنوا احترقنا، عم بعمل ملوخية ورز، وعم بسلق دجاج، بدي اعمل بطاطا ودجاج بالفرن. المهم القصة اللي ما فيها، فعلا انا ما عندي بطاطا، فقلت لهم يروحوا يجيبوا لي. فانا كنت حابه اعمل مقلب، بعرف قديش انتم بتستمتعوا بالمقالب تبعي، لانه بتعرفوا انا مو انه بحب المشاكل، بعرف قلت قبل، ولكن بحب الحماس، بحب شيء ما حدا بيعرف، بحب هيك انقذ الناس، بحب خوف الناس، هيك ردة فعل الناس، بحب هيك فيديو مو محضر، عرفتوا كيف شو قصدي؟ المهم اليوم انا حابه اعمل مقلب، نط هي الحية، عارفة تبعينة، وهالفترة اللي عارف هون الصيف مليان حياية عنا برا، وهذا شو اسمه؟ ابو بريس، مليان يعني هيك حيوانات غريبة، بالذات لأنه احنا هون بالجبل، فقلت لحالي يكون مقلب قوي إنه جيب هي الحية وحطها بالباك يارد، بس بصراحة ما فكرت كيف بدي أعملها. شغلة تانية نسيت لكم، انه انا طلبت حيتين، ما بعرف اذا هيك بيقولوا، حيايتين، واحدة على الريموت كنترول، ولكن هديك اللي كنت اكثر متحمسة لها، وهديك بالريموت كنترول، فانا كنت فيني اتحكم بكيف هي تتحرك، ولكن هاي ما فيها شيء غير انه استنوا بفتح قدام، بس هيك انه بلاستيك، عرفتوا كيف؟ يا اتس سنيك. يا دونت سي اني ثينج، صايرة ميلة لسانها كثير طويل، يا ريت ما قلت لك. المهم هاي الحية كنت عم فكر انه خبي الكاميرا برا، صراحة كنت بدي اول اعملها بانس، بحس انه فشلت مع انس في لسه نشيط، يعني 2-1. المهم اذا انت جداد على هالقناة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر، اعملوا لايك مشان دائما هيك تحمسوني اعمل برينكات، وبصراحة انا بحب روح قلبي البرينكات. المهم هلا حسكر الكاميرا وافكر كيف بدي خططها وبرجع لكم. اوكي يلا باي. اوكي ميمي لقيت السنيك. اه والله ما انا خايفه. وين حنخبيها؟ كم كم مين بدها؟ مين لاسيه؟
Where? Okay, go hide it. No, not here. Let's hide it outside. I'm فكر حطه هون بشي محل. Wow, it looks so pretty. What? It's pretty. الميلة عم تقول حلوة. Yeah. إذا ميلة ما خافت شكله حيكون مقلب. أوكي عم فكر ما حتزبط هاي إلا لو في خيط. فراح أجو أدور على خيط وبدي هيك خيط ما بيبين كتير رقيق وبحيث أربطه للحية وهيك إذا أحدنا برا عم ناكل وهيك بشدة هيك عم فكر. اوكي سو بصراحه لهلا ما لقيت خيط وعم بتوتر لانه فيهم يجوا باي دقيقه ولكن بس حبيت افرجيكم هون وانا نايم بعدين هون انا عامله ما شاء الله هون ملوخيه وهون التشيكن عم بسلقه عشان احطه فوق الملوخيه وبعدين كنت بدي اعمل بطاطا وتشيكن بالصينيه اوكي بدي روح لاقي خيط ودورت بكل مكان وما عم لاقي ليكو الكركبه ليكو يبس الجد اوكي جايز سو بصراحه كثير معصبه لانه ما لقيت خيط وما بدي البرانك يخرب كله بسبب الخيط فلح اعمله هلا حقله لنشيط مع انه هو بالمحل السوبر ماركت حقله يشتري لي تبع الاسنان عرفتوا بس انه حطس عليه Hello? Hey. Hey, are you in the supermarket? We just made it. Can you just grab a tooth, شو اسمون, floss? لحظة. What do you want? Yo. فيك تجيب لي تبع الأسنان بس مو العصايات هدول الخيط. Okay. Yeah. Okay, thanks. Okay. Yeah. Bye. Oh my God. Okay. Do you think he knows? ندمنا انه قلنا لك don't say that okay it's a secret okay. بس بدي خطط كيف اي جهة بدها تكون الكاميرا وين وعندي فكرة هاي حطها هون والكاميرا بحطها فوق هيك شو رأيكم اوكي جايز سو خبيت كاميرا برا وهون حاحاول صور لكم بدي احط اكثر من كاميرا واحده مشان هيك تشوفوا الجو وشو عم بيصير وبنفس الوقت حاعمل حالي هون عم اقطع الخضره عندي الحيه هون حخبيها بالدرج هون بحيث انه بجيب الخيط بربط الحيه وبعدين بخبي الحيه ما بعرف تحت ثيابي او شيء بطلع برا وبخبيها وبكمل الجري مثل القتل نعم تستنوا What took you guys? We're hungry. Well, I ate. He made me gala latte. يعني شبعتوا. No, I'm very hungry. بصراحة this potato, I wanted the yellow. The colored stuff. I swear it's a tulay Abu Dress here. Someone in the video gets the hate. Some people get the love. You get the love, I get the hate. I'm good. Yeah. Oh my god! What? There's something under here! Holy shit. Yo, what is this? It's a prank! Like a hamlet! Oh my god! That was such a fail! الخيط على انه كنت اقدر شده شو هي ردة فعلكم بيض؟ Where was the camera? عيتك هلا طفت فرجيه شو صار حطيت الكاميرا هون وراحت طفت Why did you not jump up and run? You, guys... you said it was under me عشان هيك ما بحب اعمل عليك مقالب You're bald انت بيض؟ سو انت شو مزعلك طيب؟ لا عرفتي تحطي الحية بمحل، ولا عرفتي تحطي الكاميرات بمحل، ولا عرفتي تحطي شغلات بمحل وجاي لعنا تزعلي انه نحن ما عملنا لك رد فعل صح؟ حطت حبلة من غير حية. ليه؟ انا على اي اساس خاف؟ ليش خاف؟ بس انا كنت قلتي نو بل
بلشت اضحك لانه عم شد الحبله وما حدا لاحظ. بتعرف شو هاللازم الفيديو يكون؟ اسوأ مقلب بتاريخ اليوتيوب. 13 ثانيه صورتي، طلع 13 ثانيه، يعني لا كاميرا حاطه ولا شغل حاطه ولا فيديو حاطه ولا اقل مو فيك مثلكم كلكم. والله لا اعمل فيكي، والله بتعرفي الفكره. لا لا حنزله حنزله، انا ملكه المقالب والله. والله يا اصاله ناوي لك على كم مقلب بعد هالمقلب اللي عملتيه فينا. نوا نوا اللي طلعي نوا ما خاف ما خاف. ليش حطيتيه هون؟ كنت بدي اشوف انت اب مثالي انه حتركض ولا حتاخذ ابنك بعدين تركض. خلينا نرد نعيدها على شعرها. اوكي يلا نعيدها. اوكي يلا عيدي. طلعي كيف بيحطوا الكاميرا. شوفي هون. اه والله شوفي هون. شوفي هون وحطي قدامها شي شغله. هلا بتشوفي رد فعلي. تعال يلا حطي في الحبله. اوكي هيك انا قاعد طلع. اوه كيفك احمد شو الاخبار؟ ان شاء الله تركض ابني. هاي صار مقلب والله والله ما بيخوفكم بس في شيء يتحرك هون. والله في شيء يتحرك. انا سمعت صوت هون والله. المقلب صار حقيقي. طب سؤال بس مشان نعرف اذا الفيديو كان مكتمل الاركان. عندك ثمنيل؟ عندك ثمنيل؟ اوكي اوكي يلا ها اوكي خذي خذي صوريني. اوكي زبطت. اوكي هلا بدنا وجهك انت. انت انك انت عملتي انك انت انك انت هيك اعملي ايه. اوكي خلص تمام صار عنا فيديو. يعطيكم العافيه شباب ما شاء الله. فوق ما طبخت لك ثلاث طبخات اليوم. هي انت عاملك القصه هي على الطبخات هي مشان الفيديو. اخذوا طاقتي ما عرفت صور ورحنا بدلنا 100 مره. هلا بتعرف شو الحلو بالموضوع؟ عيله انا صاله هلا شافوا خلف الكواليس، شافوا كيف الناس ممكن يعملوا مقلب فيك، وشافوا كمان كيف نقدر نعمل صوره الغلاف ثمنيل، يعني عرفوا شو لازم ما يعملوا حتى ينجحوا. تعي تعي تعي. لا والله غير نزله شل المقلب بطريق اليوتيوب. انا ما بعمل هيك مقلب. طب اوكي اعطيني اعطيني العنوان عشان اخلص الفيديو خلص. يلا والله العنوان اماني اتفه زوج. انا ما بعمل مقلب والله مشان ما تزعلوا مني وتقولوا على انا صاله ومنيح والله. اوكي والله غير خليك تطلع حالك. باي ميمي. باي باي. I feel the day.